واصبحت واشراكم خير لاباس. شي ميساج خفيف ظريف هذا ما كان. اخي تعرفي الصغر كنت نقرا نهار وش ما نكونش مع الكلاب حاشا. وما زالك مشاغب للان؟ استعقلنا الحمد لله. شتي لي قراو مليح كبروا وجعوا قاعده مشاكل يديروا وحنا اللي كنا ما نقراوش مليح كبرنا ولينا نورمال. الدنيا بداله اي نعرفهم فاجيل فازله. واش رايك في الخطوه اللي قام بها محرز مؤخرا وهي الانتقال الى الاهلي السعودي؟ اي شد روحك مليح. كما نقولوا انتقال محرز حاجه مليحه. كما نقولوا احنا الشعب نستفادوا من الانتقال هذا. اش استفدنا جميعا من هذا؟ ايش استفدتنا؟ احرجتنا على ايش استفادت الامه؟ بس كما نقولوا نشوفوا الائمه يهضروا يقول لك احنا كمسلمين ما يجوزناش نشوفوا محرز في بلاد الكفار. طبا لك ولامثاله. لا اسمع باش ما نروحوش لانجلترا ولا فرنسا ولا اوروبا كامله. اوكي. في بلاد مسلمه حاجه مليحه كما نقولوا محرز راح تشوفوا تما. غاضني انا ياك شغل السعر اللي طاوه له شويه قليل. غبروني في الدنيا من هو مكتشف امريكا؟ من هو مكتشف امريكا؟ مكتشف امريكا امريكا الشمالية. ما راهو في بالي والله شغل راهو فيه هنايا مي شغل لازم شويه معاونه باش نجيبو. نعطيك احتمالات؟ بيانسا. صح نقول لك توماس اديسون ولا كريستوف كولومبوس ولا ديكارت. عاودي لي الاولاني. توماس اديسون. هذا هو. دقيقة ولكن التفاحة خاصها تحط في السلة ما تلوحوهاش. على بركة الله التي يا طريق العداد. يا ودي الساها شوف شوف قول طاس بابك فرطاس قول مطرح قول مطرح انت تبكي وانا نفرح قول هود هود تاكل قط مدود. يا مندوب ليش اذا نمد هذه الليله؟
صافي. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.